سيبشنوني سيبشنوني من اللي بيناد أنا عاوز ايه يا ودي عوف سيدي الكبير او سيدي الصغير بشنونة مش هنا يعني راح فين سيدي الكبير قال اجيبه في التو والحال خير يا والد فيه ايه مش عرفني فيه ايه هو فين هو روح كده يمكن تلاقيه حدا النخلة ولا اقول لك يمكن يكون راح الكنيسة يعني راح فين بقول لك روح حدا النخلة ما لقيتوش روح له الكنيسة يعني هو حدا النخلة ولا حدا الكنيسة اقول لك روح له الاثنين الاثنين لسه هستنى يوم الاثنين ما يضري تعرف يا ويسا اللي زعلان من روحي جوي يا اخوي زعلان من روحك ليه يا بشنونة هو كان حصل ايه عشان ما قدرتش اكمل التدريب الروحي اللي جالي عليها ابونا كيف ما قدرت كان حداكم ضيوف ابدا الوضع هو ضايقني قمت هبيت فيه وزعطته وده بقى اللي خلاك ما تصليش الشيطان قاعد يقول لي كيف تصلي وانت مزعل عوض الغلبان كيف تقول يا رب وهو ابو الغلابه ونمت يا اخوي من غير ما صلي لا يا بسنون هو انت يعني عشان زعلت منك الوضع عوض كنت بطل صلاه الحل مش في البعد عن الصلاه الحل انك تقوم دلوقتي تصالح عوض وتصلي ايوه يا موسى عندك حل يا سيبشنوني يا سيبشنوني يا سيبشنوني يا سيبشنوني اهدى لك اهو زكا عوض ممش دعوة انت سامحني يا اخوي انا اخطيت في حقك هو في ايه انا مش فاهم حاجة انا بكيت نفسي كتير على اني زعجت فيك وزعطتك وانت غلبان مالكش غيرنا سامحني يا عوض سامحنا عشان خاطر ربنا يسامحنا ربنا يسامحنا كلنا يا بشنونة كنت هنسي كنت هنسي سيدي الكبير قال لي اديلك في التو والحال ليه بعافيه ولا حاجه ما قال ليه طب الزرع حصل حاجه برضه ما قال ليه ياض انت تقول في ايه انت بتزعجني ليه هو سيدي الكبير قال لي روح اناديلك في التو والحال كيف حالك باقي انا ماشي سلام ياض يا عم خلاص خلاص روح انت ونتقابل بالليل في الكنيسة انت مش تيجي معايا ولا ايه لا انا هروح مشوار تاني كده هروح لخالي اصل انا بفكر يعني اخطب وبعدين اتجوز واول عيل هتجيبه من صلبي هسميه على اسمك بشنون عبالك لا ربنا يبارك لك انت اما انا فليها طريق تاني صدقني يا ابراهيم يا صديق عمري لك وحشة كبيرة جوي جوي 12 سنة يا اخوي مروا زي الحلم ايه حد قال لك تسافر وتتغرب اكل العيش يا اخوي ايه اهو بشنونة جه اهو قرب يا ولدي قرب يا بشنونة خير يا حب على قد عمك ابراهيم ازيك يا عم ابراهيم بشنونة والله كبرت يا ولدي وبقيت عريس ايه مش عارفني يا ولدي ولا ايه ايه ده عمك ابراهيم ابو فيبي اللي كنت بتعلمها التلاتين والمدايح ايوه ازيك يا عم ابراهيم كيفك وكيف فيبي واهل بيتك كلهم بيسلموا عليك يا بشنونه يا ولدي والله العيال كبرت وكبرتنا اسمع بقى يا بشنونه يا ولدي اكيد ما نفسك تشوف فيبي السنين عدت بسرعه قوي يا عم ابراهيم ايوه يا ولدي انت كبرت وفيبي كمان كبرت ربنا يبارك لك فيها أنا من زمان أقول إن في بالبشنونة وبشنونة الفيل والحمد لله اللي جه اليوم اللي بيتحقق فيه كلامه صح ما فهمش قصدك يا أبوي إيه قال لي يعني الواد مش فاهم إن اتفقت مع عمك إبراهيم خطبتها لك يا ولد افرح بقى إيه اللي هتقوله ده يابا هقول إن إحنا هنفرح بيك وفيه مين قال لك يابا إني عايز أتجوز أباي ليه ده يا ولدي يا فيبي مش لد عليك العفو يا عم ابراهيم فيبي طيبه وصالحه ومن بيت اصيل وتعجب الامير لكن انا ما لاقوش اتجوز واصل يبقى حاطط عينك على غيرها لا هي ولا غيرها انا نذرت نفسي يا رب قلت له يا رب انا سلمتك حياتي انا هترهبك تترهبان ايه عقول ايه يا ولدي تترهبن كيف ايوه يابا هترهبن
بس يا ريت المسيح يقبلني. طول بالك بس وفهمني، هو جالك ده قدام الراجل؟ ايوه، امال انا بقول لك ايه من الصبح، ده خلاني في وسط هدومي. يمكن البنت مش لد عليه جالك ده عشان يعني ايه؟ قصدك يعني يخلص منها؟ ايوه. لا ده كان بيتكلم جد، وبعدين انت عارفه ابني ما عمروش يعرف يكذب واصل. قولي لي بقى اعمل معاه ايه؟ تقوم ترتاح والصباح رباح. تفتكري يعني هنقدر نغير اللي في عقله؟ هو الليله دي سهران في الكنيسه، وبكره الصبح ان شاء الله انا هكلمه ولا يكون عندك فكره. تعرفي يا ام بشنونه، لو ولدك ده كان ناوي يعملها بصحيحه ويترهبن، تبقى دي القشه اللي قسمت ظهر البعير، دي اللي هتكسم وسط الصح. امال هنسيب كل اللي عندينا ده لمين؟ ما تقولش كده، اللي ربنا حيريده هو اللي حيكون. احنا هنعترض على ارادته؟ عندك حق، لتكن ارادتك يا رب. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ايه مش ناوي تروح تريح جدتك شوية ولا ايه؟ لا أنا عايز نقعد مع جد سابونا شوية. روح انت ويس خاطرك، انا بقى تعبان قوي، هروح اصلي وانام على طول. اتمسى بالخير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. سلام يا بول. سلام يا ولد. سلام. اذكر بول سيبني في القداس يا بول. هو لسه عيان برضك يا ولدي، ما توديه لحكيم. الحكم جاله ملوش علاج يا بول، صلي من اجله. صلوات العذراء والقديسين ربنا يشفيهولك يا حبيبي. امين يا رب. بص يا بول، ازيك يا بشنونه يا ولدي، كيفك؟ الحمد لله نشكر ربنا. كنت عايز يا بص يا بول اكلمك في موضوع كبير يعني. وماله حبيبي اقعد. خير يا ولدي؟ النهاردة حصل حاجة كده بيني وبين أبوي وضميري ما بريحنيش، حاسس إني زعلته. ليه بس كده يا بشنونة يا ولدي؟ الكتاب المقدس بيقول أكرم أباك وأمك، ما قالش زعل أباك وأمك. يا أبانا ما كانش قصدي، الحكاية إنه فاجئني بعروسها وقال إنه عايز يتجوزني منها. بقى هي الحكاية كده؟ إيه؟ وانت اكيد رفضت. قولي في حد تاني في قلبك يا ولدي؟ ايوه يا ابونا. عال قولي عليه واني اتكلم مع ابوك وصف الموضوع. طب قول لابويا ان في قلب الكنيسة ورب الكنيسة هم دول بس اللي في قلبي، مش ممكن حد يحل مكانه. ربنا يباركك يا حبيبي، ربنا يباركك. لكن يا بشنونة يا ولدي، هي الحياة دي، بنتولد ونكبر ونتجوز ونكون عيلة ونخلف ولد والولد يكبر ويتجوز، هي دي سنة الحياة يا ولدي. ايوه يا ابوي، لكن انا نويت على الرهبنة. الحقنا يا ابونا، الحقنا يا ابونا. ايه في ايه؟ مالك يا رفيق، حصل حاجه؟ الحق ولادك يا ابونا، يا دوب خرجوا من الكنيسه بعد التسبحه وكان متربص لهم شويه ناس شريرين كده، نزلوا فيهم ضرب بالشوم وسابوهم غرقانين في دمهم. بس طب هات المسرج يا رفيق وحصلني. وانت يا بشنونه يا ولدي،
هات لك شمعة وتعالى ورايا. حاضر يا ابو. هما فين مكانهم؟ في الغيط يا ابو. تعالى نروح لهم بسرعه. ويسا تعرف مش منى؟ انا كنت منصر لي دلوقتي اني ما فارقش الدنيا قبل ما اشوف. اكتم يا ويسا وما تتكلمش كتير. يا فتسيبني اودعك. انا مش كنت اما اقول عايز اتجوز؟ اديني مكان للدلع. انا سمع الملايكة ما يرنم جايين يرنم جايين يزفوني للسماء. ما تقبلش الكلام دي. حب على يدك. انا هجيب لك الحكيم يا ويسا. اتخفته بجزين وعال وتتجوز وتجيبه قد وتسميه على اسمي بشنون. مش قلت لك دي يا اخوي؟ حكيمي ايه؟ انا رايح عند الحكيم الاعظم حبيبي. مش هو دم نزف على شاري؟ مش كتير عليها بك دمني كمان ينزف على شاري؟ يا ويسا انا اسمعني اسمعني. قول لابوي وامي ما يحزنوش. ها كلهم زغرت. قول لها ويسا ما يقول لك زغرت. زغرتي كثير زغرتي. ويسا ويسا كلا ويسا كلا خلاص ويسا 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 ويسا.
وانت عدو الخير رب لي راعي فلا يحوطني شيء، رب لي راعي فلا يحوطني شيء. الكفار والجبال حتى وصل إلى دير أبو مقار. صباح الخير يا جوتسم. صباح الخير يا أخي. أنا اسمي بشنون. خير؟ زيارة ولا طالب رهبنة؟ لا بإذن المسيح طالب رهبنة. يظهر عليك انك جاي مشوار بعيد قوي من اخر الصعيد، بس ربنا بيعين. الحمد لله على سلامتك. اتفضل استريح على مدي ابونا رئيس الدير خبر. ربنا يباركنا فيك يا ابونا جرجس. ربنا يباركنا فيك يا ابونا جرجس. اتفضل. تعال يا سابون تعال. وانت منين يا ابني؟ انا من الصعيد يا ابانا، واسمي بشنونة. طالي بشنونة، فكرت كويس يا ابني. أمر المسيح ايه يا ابني؟ الطريق طويل وصعب والباب ضيق. مش الكتاب المقدس هيقول ادخلوا من الباب الضيق؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. انت هتقعد معانا هنا فترة اختبار، واللي هيرشدنا بيه روح الرب هيكون. متشكر يا ابوي. ابونا امتياز. نعم يا خد بشنونة وعلمه. ابونا امتياز هو اللي هيكون مسؤول عنك. حاضر يا ابني. حنيني تعال يا حبيبي. عشان محبك هو هدفي في حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، عشان ما حبك هو هدفي في حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، جيت لك بحاول أبقى ليك خادم مطيع، جيت لك وحاسس إني هبا من القطيع، جيت لك بحاول أبقى ليك خادم مطيع، جيت لك وحاسس إني هبا من القطيع. واثق اني مهما هتعلم
الكاس. اخبرت تلميذك بشنونة ايه؟ انا اشهد قدام المسيح يا ابي ان بشنونة انسان وديع وهادي ومواظب على الاعتراف والتناول ومداوم عليهم وبيخدم الكبير والصغير. طيب تسمع يا ابونا متياس، خد ابونا سمعان وابونا اندراوس واعملوا له زيارة ليلية وربنا يجعله نصيب الصالح. حاضر يا ابي. يا رب يسوع المسيح الذي لا يريد موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، اغفر لي يا رب خطاياي وجهلاتي وجويني على مواصلة طريقي. يا رب ابائي واخواتي الرهبان ولباس الصليب احفظهم وضمني يا رب الى قطيعك. هفواتي وزلات لساني لا تحسبها، وارحمني انا الخاطي، واحفظ اولادك من العدو الشرير، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. مبروك يا بشنونة يا ابني. ربنا يبارك لنا فيك يا ابني. الرهبنة هي حياة مقدسة جوه القلب، وهي موت عن العالم بكل شهواته وكل رغباته، سواء جوه الدير او بره الدير. ابنك اختار الطريق الزين يا ام بشنونة. معك حق يا ابونا، بس 3 سنين دلوقتي ولا جات لنا منه رسائل ولا اي حاجه تطمنا. يا ترى ولدي عايش ولا ميت؟ مريض ولا بتتألم؟ جرالك ايه يا ابو بشنونه؟ ما انا قلت لك ابنك بخير والرب محافظ عليه. ايه عاوز واحد يحب ربنا كده والرب يتخلى عنه؟ ده كلام. بس يا ابونا نطمن عليه. انا هطمنكم عليه قريب. كيف يا ابونا؟ رفايل خادم الكنيسة مسافر هو ولده العيان يزور الدير، وانا ناوي اشيع معاه رسالة لبشنونة. ايه رأيكم؟ تحبوا انتوا كمان تشيع رسالة؟ كتر خيرك يا ابونا، انا مش هنسلك الجبل ده وهاصل. الراهب يختلف عن العلماني في حاجة واحدة بس. ايه يا ابونا؟ كل الفضائل اللي بيمارسها الراهب جوه الدير يقدر العلماني يمارسها في العالم، إلا فضيلة واحدة.
فضلتي الصلاة دائمة، لأن العلماني بيبقى مشغول ببيته أسرته وأولاده، أما الراهب فلازم يصلي في كل وقت، وهو بيشتغل وهو ماشي وهو بياكل حتى وهو نايم، لازم يكون فكره مشغول بربنا يسوع المسيح اللي قال صلوا كل حين ولا تملوا، وداود النبي بيقول أما أنا فصلاة. مفهوم يا ابونا بشنونة؟ مفهوم يا ابوي مفهوم. معاك يا رب لا أريد شيء على الأرض. ايه الغيبة دي يا رفايل يا ابني؟ حللني يا ابونا، مرض ولدي خلاني مش عارف راسي من رجلي. ربنا يشفهولك. هو عنده ايه؟ زي ما جوزك شايف كده، ايديه ورجليه متشنجين على طول، مش عارف يفردهم، ودايما ماسك فيا ما بيفوتنيش واصل. معلش يا ابني صلي واكيد ربنا هيشفي. هو اسمه ايه؟ اسمه بولس يا ابونا، صلي من اجله. صلوات العذراء والقديسين. على فكره يا ابونا انا جاي ابلغ رساله لراهب عندك في الدير، اصله من بلدنا. واسمه ايه الراهب ده يا ابني؟ بشنونه. قصدك ابونا بشنونه؟ والرساله دي من مين؟ من والده وجدس ابونا حنا. يا ابونا اسحاق. نعم يا ابونا. ابعت ابونا بشنونه. حاضر يا ابونا. السلام عليكم. بعت لي ابانا؟ ايوه، قالت لك النهارده يا ابونا بشنونه رساله من البلد، جابها لنا حبيبنا رفائيل. اسيبك انا دلوقتي معاه عشان تتكلموا مع بعض. كيف حالك يا ابونا وكيف صحتك؟ نشكر ربنا. قول سابونا حنا بعت لك السلام واهل البلد كلاتهم وابوك وامك. يا رب يسوع، ده اللي متوحشهم قوي. وكيف ابونا حنا وابوي وامي واهل البلد كلهم؟ بخير والحمد لله. معلش يا عم رفائيل تعبناك معانا، ربنا يعوض. لا تعب ولا حاجه. انا بقول لي ادي يا بولس، انت لساك تعبان ولا ايه؟ ايوه ابونا، ويا ريت تصلي له عشان ربنا يرفع عنه. قول لي يا بولس عايز تخاف؟ طب اطلب من ربنا، ده ربنا حنين قوي يا ولد. قوم بينا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. الحمد لله الصبيب. الواد ما كانش قادر يمشي يا رفائيل. ايه اللي حصل؟ ابونا بشنونه صلى له والرب تمجد معاه. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. شفت يا ابو بشنونه؟ ابنك بخير وبعت لكم السلام كمان، وصلى البوليس ابني والرب تمجد معاه وشفي. طمنا على صحته، بياكل ولا داع؟ والله ما هو قال لك انه بخير، اطمن بقى. الحمد لله اللي ربنا طمنا عليه دلوقتي، بس اللي قلبي ارتاح. نفسي اشوف هو قريب هيجي يزور البلد ويصلي في الكنيسة. اشكرك يا رب. شفت المعجزة اللي عملها ابونا بشنونة؟ هي معجزة واحدة. وظل ابونا بشنونة لسنوات عديدة داخل الدير يصنع المعجزات والعجائب بقوة صليب الرب،
حتى زاع صيته وسط الرهبان، وطلب من رئيس الدير التوحد في مغارة من مغائر الجبل. يا حبيبي التوحد مش سهل زي ما انت فاكر. اني عاشم في ربنا كبير، هو هيجويني يا ابو. طيب يا حبيبي اديني فرصة استشير ابائك الرهبان. يا رب انت عارف انا بحبك وبحب اخواتي في الدير قد ايه، لكن كلهم بيبصولي على اني احسن منهم، مع ان ده مش حقيقي، لان هم افضل مني بكثير. انا مستحبش ادوس على التراب اللي هم بيمشوا عليه. ارجوك يا رب ارشد ابائي في قبول توحدي. يا رب يا يسوع. ها قولكم ايه يا ابانا؟ في شيوخ كبار فشلوا انهم يتوحدوا. وانا رايي يا ابونا اننا ننصح بعدونا عن الفكره دي. ايه رايك يا ابونا متياس؟ انا رايي يا ابي اننا ندي لابونا بشنونه فرصه انه يحقق مشتهى قلبه. واتسع تتحمل المسؤوليه. انا شايف ان ربنا مع ابونا بشنونه وحيقويه على صعوبات الوحده، ولا ايه راي قدسك يا ابونا ابراهيم؟ اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. طب احنا نقوم نصلي ونشوف روح الرب هيرشدنا لايه. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. وارشد روح الرب رئيس الدير والاباء الرهبان بالموافقه له على التوحد، وجلس في المغارة وداوم على الصلاة والعمل يا رب لعدة سنوات. لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورفع رأسي، وصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسي. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب ناصري فلا أخاف من روات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب، قم يا رب خلصني، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخطاة سحقتها يا رب الخلاص وعلى شعبه بركته. هللويا. بشنونة تقوى يا حبيبي بشنونة، الرب عالم بجهادك، لا تؤثر عليك مكايد الشيطان ولا يقوى عليك رؤساء الظلام. ابونا ابراهيم هو واقف بيصلي معانا وقع. اسمه الصليب، هو فين دلوقتي؟ فليته يا ابونا. طب خدني معاك نروح له. خدني خدني. Thank you.
نشكر ربنا ان انت جيت في الوقت المناسب يا بشنونة. انا مشتاق لقدسك ومشتاق قوي لتعزياتك. ربنا يعزي قلبك ويشددك. طبعا انت عرفت ان ابونا ابراهيم وكيل الدير مريض. ايوه ديت ربنا هو الشافي. ايوه بس يا بشنونة المون بتاعت الدير قربت تخلص، وابونا ابراهيم هو اللي كان بينزل القاهرة علشان يشتري لنا احتياجات. ربنا يتمم شفاها بسرعة ويعود النزول. انا عارف ظروف الدير وعرة قوي. انا عايزك انت اللي تنزل يا بشنونة. اني حللني يا ابانا، اني راهب متوحد، كيف نسيب دلايتي وننزل عالم؟ ما نقدرش، يعفيني من الامر ده. اللي يخدم اخواته ويراعي مصالحهم الرب يحسب له تعب، وعلى ابن الطاعه تحل البركه. ما عرفش نقول لك ايه اللي تؤمر بيه يا ابانا، لكنني ما نعرفش حاجه في مصر. زور ابونا ابراهيم فقليته، هو حيقول لك على كل شيء. ربنا يتحنن عليك يا ابونا ابراهيم ويرفع عنك. تعيش يا بشر، تعيش يا بشر. كيف تعيشون؟ كيف حالة الوحدة معاك في الجبل يا رب؟ اهو بنجاهد يا ابوي عشان ربنا يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا الكثير. ربنا يراعك يا رب، ثبت جهادك في المسيح. عجبنا تعيشون. أنا قلت لأبويا رئيس الدير إنك تفرج شو الدير من بعد يا رب. ربنا يديك طولة العمر يا أبونا إبراهيم، لكن أنا عارف هتقول لي يا بشنون. هتقول لي كيف أسيب حياتي الوحدة مع ربنا في الجبل؟ الدير هيحتاج لك يا ولدي، وبعدين يا ولدي أنت هتتحمل السفر عني زي ما أنت شايف يا ولدي، سن كبر بيه. بشنون ليك فوزك في ربنا ولدي، انك هتخدم وينين في الدير. خلك مغلطك، قول لتكن ارادتك يا يسوع. لتكن ارادتك يا حبيبي يسوع. اعجلك يا بشنون، لما تتبلى مصر المحروسة اسأل على السوق كبير هناك. هناك يا ولدي هتلاقي وكالة المحبة. صحابي يا ولدي ناس قدك فيعرف ربنا ويخدموه بأمواله. وأبويا رئيس الدير هيديك رسالة ليه، وهم يا ولد هيدبروا كل حاجة. حاضر حاضر يا أبوي. ربنا معاك يا ربنا معاك يا رب. تروح وتيجي بالسلامة يا حبيبي. خلي بالك على نفسك، اوعى المدينة تحتك. أني خايف يا أبوي الرحلة دي تلهيني عما زميلي وصلاتي. ملاك الرب حول خائفين وينجيهم، ما تخافش. أنت معاك المشغولات اللي عملها أخواتك، بيعها، والفلوس اللي تجيلك نصها سيبها لدير البنات اللي في الزهري، والنص التاني اشتري لنا احتياجات البيت. حاضر يا أبوي حاضر. صلواتك. صلوات العذراء والقديسين يا حبيبي. تروح وتيجي بالسلامة يا بشنونة يا حبيبي. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. ايه يا ولادي؟ هنا مالكم قاعدين كده ليه؟ ايه يا بنت؟ مال تبكي ليه يا حبيبتي؟ ماذا بتاعتنا ضاعت فين؟ منعرفش. منع موتنا من الضرب، دي العنزة دي هي اللي بتوكلنا. طب انتوا ما خدتوش بالكم منها ليه؟ ما احنا كل يوم نسوقها ترعى ونقعد نفطر، ايه اللي حصل النهاردة؟ طب انا هقول لكم على حاجة تريحكم. انتوا مش بتأمنوا بربنا يسوع المسيح؟ ايوه بنؤمن بربنا يسوع المسيح. يبقى خلاص، لان الرب يسوع قال ايه؟ قال كل ما تطلبونه باسمي يعطى لكم. وكل ما تطلبون يعني ايه؟ يعني كل حاجه
مش مجرد عنزة، واحنا عندنا ايمان في كلام يسوع المسيح. عشان كده تعالوا نقول يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزة. نقول ايه؟ يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزة. اهو جابها. ها العنزة جت. شكرا يا رب، شكرا. صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا فرج. صباح الفل يا عم جرجس، نهارنا ابيض ان شاء الله. صباح الخير يا معلم، اصطبحنا وصبح الملك لله. ايه حكايه الجماعه النصره دول؟ وكيل الجو. اسكت يا راجل اسكت، ده انت راجل طيب بقى. الوكلين الجو قال ده دول شفتني السوق بزباينه. زبون رايح وزبون جاي، زباين رايحه وزباين جايه، نفس ربنا يكرمنا بزبون واحد. صباح الخير يا عم يوسف. يا صباح الفل، يا صباح النرجس، يا صباح الياسمين. بكام الشال الحرير ده؟ ده عشان خاطرك بدينار واحد ان شاء الله. بدينار؟ ايوه. استنى استنى، ده عشان خاطر الكتكوت الحلو ده احنا هنكرمك. عم جرجس بيبيع ارخص من كده. يا سلام، ارخص من كده؟ ايوه، اختي شاريها امبارح بنص دينار بس. نص دينار؟ عايزه تفرسني نص دينار؟ بقول لك ايه، ورينا عرض الكافت وروح بقى اشتري من جرجس بتاعك ده. هو كده ما تزقش. يلا يا ام جرجس. انت اللي جايبني لورا، انا نفسي افهم حاجه، عايز اعرف جرجس ازاي بيبيع البضاعه بتاعته برخص التراب ازاي. يعني ما انتش عارف ازاي اي قافله بتعدي بيشتروا البضاعه اللي فيها، عشان كده بضاعتهم ارخص. قافله؟ قفلة. هي قفلت. بما اني انا بفتح المحل كل يوم الصبح، عايزك بقى انت تقفله وتهم البضاعة وبقى حصلني. بقى حصلني. طب جيركس، حاضر. انا مش فاهم، اجيبها من هنا ولا من هنا؟ نفسي افهم ازاي الجماعة دولة وكيل السوق، وايه الاسعار اللي بيبيعوا بيها ديت؟ معقولة؟ ايه مالك يا راجل؟ انت بتكلم نفسك؟ اكلم نفسي. قولي حجمني كمان شوية. ليه؟ تكونش بتحب جديد؟ احب جديد ايه؟ وانا قادر عليكي، قادر على مصاريف واحدة عشان اجيب واحدة تانية تاكل اكلي. امال مالك بقالك كم يوم كده مش على بعضك وانا مفوتالك؟ الجماعة النصارى بتوع وكالة المحبة اللي فاتحين قصادي. مالهم النصارى كمان؟ واكلين السوق، بلعينه، شفطينه. أنا مش قادر أفهم، مفيش حد بني آدم في السوق قادر يشتري أو يبيع منهم. ما هو أنت اللي جبته لنفسك. جبته لنفسي إزاي؟ يعني أنا قلت للزباين ما تشتروش من عندي وروح اشتروا من بقية السوق. طمعك وغلو بضاعتك هو اللي مطفش الزباين. بقولك يا شوشان، اعملي معروف، أنا مش ناقصك أنت كمان. طب واللي يحلها لك تديله إيه؟ هجيب لك جلابية جديدة. جلابية؟ طب خليك بقى في اللي انت فيه احسن. امال عايز ايه بس يا مراتي؟ عاوزه 1000 دينار. 1000 ايه؟ 1000 دينار. انا حامل 1000 دينار، ده انا اقفلها، اقفل المحل، اجيب طرفه، ده البضاعه اللي في المحل كلها ما تسواش 1000 دينار. مراتي وطمعانه فيا. خلصت الحبتين بتوعك؟ موافق ولا لا؟ امر الله، موافق. قولي لي بقى اعمل ايه؟ طب هات ودي. معقول؟ امال ايه؟ اتاخرنا جو النهارده يا ولد. يعني هنعمل ايه يا عم جرجس؟ يعني كنا هنقول للزباين امشوا؟ لا ابدا، ربنا يزيد ويبارك يا ولدي. قافله الحاج عبد الله المغربي هتوصل بكرة، عايزين إن شاء الله نجهز فلوسها. إن شاء الله ربنا يدبر. ارحمنا.
اتفضلي اتفضلوا. كل ده تأخير يا إلي، شريك بالأونطة. أصحاب المحلات كلهم رصوا البضاعة بتاعتهم وروقوا آخر تمام. أنا كل يوم يدين المخرز دوت يتأخر عليا وأنا رص البضاعة. ماشي ماشي، بس أنا بشوفك، بس أنا تيجي أشوفك بعناية بس يا إلي، شريك بالأونطة. هو اللي جايبني الورق. يا أهل الحي، أزف ليكم البشرى، وصلت اليوم قافلة المغربي وهيتعمل المزار بكرة الصبح في وكالة الحج نعمان، واللي ليه رغبة في دخول المزار يجهز فلوسه ويفوض وكيله وعلى الله التكال. يا تجار مصر الكرام، سمعت يا دكتور الميلاد بيقول ايه؟ يا اهل الحي، هو بتعمل ايه؟ نخش المزاد باذن رب يا عم جرجس ان شاء الله. اهلا عم الشيخ بركات، عاش من شافك يا راجل. الله يخليك. اتفضل، اهلا وسهلا يا عم الشيخ بركات. اتفضل. الله يعز مقداركم ويبارك لكم. عنابي يا فرج، ارجوك تعرفيني من العناب. بلاش عنده قهوة يا فرج. ولا حتى قهوة. ودي تيجي؟ انا جاي لكم في كلمتين وعشمي انكم ما تردونيش. انت تؤمر يا عم الشيخ بركات. قافلة المغربي وصلت. انتم ناويين تدخلوا المزاد؟ ايوه، زينا زي كل التجار. هو في ايه يا شيخ بركات؟ طبعا انتوا تعلموا جيدا يا جماعة ان القافلة اللي وصلت فيها حراير واقمشة وفيها كمان توابل وجواهر. ما طول عمر القوافل بتيجي مشكلة بضاعة من ده وده. كل اللي انا برجوه منكم انكم تزايدوا على الحراير والاقمشة، والله يبارك لكم فيها. اما بالنسبة للتوابل والجواهر فنسيبها لنسها. قولكم ايه؟ يا سلام يا عم الشيخ بركات، غالي والطلب رخيص، ولو ان ده هيخسرنا كتير. شوف يا عم الشيخ بركات، احنا بنتعامل مع الناس بالحب والمعاملة الطيبة. بلغهم تجار الجواهر والتوابل دول ان احنا مش هننافسهم في المزاد، وان احنا هناخد الحاجات بتاعتنا بس. بارك الله فيكم، ما هو ده عشمي برضو. ارجع بقى ابصر اخواتكم. ما بدري يا عم الشيخ بركات. كتر الف خيرك يا معلم. مع الف سلامه. سلام يا معلم. شرفتنا يا عم الشيخ بركات. مع السلامه. مع السلامه. انا مش فاهم في حاجه غريبه بتحصل يا إلي وانت نايم في العسل. يا إلي يا إلي. ده انت اللي زي العسل. ايه يعني اللي بيحصل؟ طفله جايه وكلنا هنخش المزاد، ايه الجديد فيها؟ الجديد يا إلي يا شريكي يا عزيزي يا حبيبي يا صديقي، ارحمني. الجديد زيارة الشيخ بركات للجماعة دول. يا راجل، والشيخ بركات زار الجماعة دول؟ أيوة. وإمتى ده حصل؟ قبل ما سعادتك تشرف. يا راجل، هو أنا شرفت؟ قبل ما سعادتك توصل. أنت هتنقطلي. وأنا وصلت؟ طبعا طبعا. أيوة، بس أنا مش هسكت، أنا هاخد بنصيحة شوشانة. شوشانة مين؟ شوشانة، شوشانة مراتي. انت هتجنني، هتفرزني. ايه؟ ما انت لاعم كتابك من غيرها، كانت بتعملك التواجد وتعيشها في بطنك. في ايه مالك؟ انت هتعايرني. مش هعايرك. ايوه، بس انا جاتلي فكره. ايوه، ما بقاش انا يوسف عميد تجار اليهود بالقاهره، ان ما خليت مؤامراتهم دي تتقلب عليهم. اسمع يا ولد. ايوه. وكانت اللي حابه نروح لها منين؟ اهي اللي عن مين دي؟ متشكر يا حبيبي. العفو. اهلا بيك يا مونة. اهلا بيك يا ولدي. اتفضل. يزيد فضلك. انا بشنونة من دير ابو مجار. مين فيكم المعلم جرجس؟ انا يا مونة. طب شوف يا معلم جرجس، أنا جاي من طرف أبونا إبراهيم، هو بعافية شوية.
وبعتني ليك عشان نقضي احتياجات الدير. اطمن يا قدس ابونا، كل احتياجات الدير ولوازمه واي حاجه عايزها الدير حتكون عنده تمام في الوقت المناسب. ربنا يبارك لنا فيكم. تشرب ايه يا قدس ابونا؟ لا ملوش لازمه. ملوش لازمه كيف؟ وين يا فرج؟ نعم معلم جرجس. شوف الحمار اللي بره ده، دخل الوكاله وهات لنا عناب. تحت امرك يا معلم. ايوه يا معلم يوسف. قول لي يا حبيبي. بق هات بق هات بق. الله ساعة ولذيذة. مين الراجل اللي دخل عندكم المحل ده يا فرج؟ ده ابونا بشنونة من دير ابو مقار، جايب بضاعة. بشنونة بضاعة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. بقول لك انت جايب من ورا. وانتوا كيف احوالكم هنا في مصر؟ نشكر ربنا يا بتسابونا، بس ربنا يبعد عننا الشيطان وافعاله. ربنا يسمع لك يا ولدي. العناب اللي بتسابونا. كتر خيرك يا ولدي. اللي قول لي يا معلم جرجس، كنيسه الزهر الروحه كيف؟ قريبه من هنا في شارع السد. طب ممكن توصفها لي؟ قصدي اول مره ننزل فيها مصر. ما تحملش هم يا ابونا، فرج حيوصلك. نشكر ربنا على وصولك بالسلامة يا ابونا بشنونة مصر. أكيد يا ابونا الرحلة كانت متعبة. صدقني يا قدس ابونا ساويرس، ربنا هون علي الرحلة دي بشكل، يعني أنا ما نعرفش حاجة في مصر، لكن سبت نفسي في إيد ربنا، لقيتني بنتقل من حتة لحتة ومن جهة لجهة لحد ما وصلت. نشكر ربنا يا ابونا، نشكر ربنا. أنت نورت مصر يا ابونا. وإيه أخبار أبونا رئيس الدير وأبونا إبراهيم؟ هما بخير يا قدس أبونا، وبعتين لك السلام. بس أبونا إبراهيم يعني بعافية شوية، صلي من أجله. ربنا ياخد بيده وعافيه. أبونا إبراهيم ده بركة كبيرة وعشرة عمر. بحق يا قدس أبونا، يعني طالما نزلت القاهرة يعني نفسي ومن عيني نروح نزور سيدنا البطرك الأنبي يوحنا. سهلة، قداسة البابا موجود في كنيسة ست العادلة اللي في حارة زويل. بركة صلواتها تكون معانا، اشفعي فينا يا أم النور. ايه اللي جابك هنا يا مشمونه؟ هو انا كل ما اروح حته الاقيك، كل ما اروح حته الاقيك انت ورايا ورايا. بس يا ولد، بس يا ولد، بس يا ولد، ايه يا ولد؟ ارحمنا يا بوني، الشيطان ده جاي مد نفسه ومعذبه ومعذبنا معاه، ارحمنا يا بوني. ده جاي قصدك يا بوني مشمونه، صلي يا بوني. حال الضعف يا بونا، صلي معاه. لا والروح لا الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح لا نجد يا رب. لا يا ست يا عدرا ادخلي وانقذي ولدي. اخرج منه. لا 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 مش حاجه مش حاجه. اقول لك اخرج منه مش حاجه. انت عايش تسيبه ليه؟ ها المكان ده مش مكانك. بقولك مش خير، وابعد ابعد عني. بتحمازي اخرج منه ولا احرجك. بحران انت وريني خلي مملكتي كلها مملكتي كلها تحرق. وريني اخرج منه يا ملعون باسم يسوع. لا ربي منك. لا لا امرك تخرج منه بالقلب. خلص بس من عينه. اخرج بالرجله من عينه. اخرج. لا اخرج بالرجله. خلاص يا شنونه. اخرج خارج يا شنونه. اخرج خارج يا شنونه. خارج يا شنونه. خارج يا شنونه.
معلم بوطو. اهلا، قهوه يا فرد. علشان ايه القهوه؟ اكرام الضيف يا جنابه. ده بالضرايب موظف حكومي ومش مفروض يشرب قهوه مع العميل. بلاش قهوه، اوامرك. الف دينار. خبر ايه؟ ما احنا دافعين الضرايب الاسبوع اللي فات. دي مساعدات لجيش الوالي. واحنا مالنا وما الجيش الوالي؟ هات يا بطر وما تتكلمش. وادي يا سيدي الالف دينار. شوف يا كاتب، في ايه تاني متاخرات على الوكاله؟ حاضر. ليهم ارض في الشرقيه بيندفع عليها 90 جزيه في السنه، وبقالهم يجي 3 سنين ما دفعوش. يعني المجموع قول يجي 6000 دينار. لكن الارض دي احنا بعناها من 3 سنين. يعني ان كنت بتفات الحكومه ونصدق جنابك هتدفع ولا نحجز؟ بس يبقى ده ظلم. هو احنا بنسرق 6000 دينار كتير يا اخوي؟ يا معلم جرجس، ما تعقل شريكك ولا احجز على الوكاله. خلاص، امرنا لله. هات يا ولد 6000 دينار اديهم له. عايز حاجه تاني؟ لا، كفايه كده النهارده. النهارده ولسه في بكره تاني؟ هنراجع الدفاتر، ولو كان في اي حاجه هنرجع لك تاني. بتعوض علينا في شجانا وتعبنا. انت بتقول حاجه يا معلم جرجس؟ ما بقولش. يلا بينا. ايوه كده اهو، كل يوم من ده لحد ما افلسكم واخليكم تشحتوا. يا ليه انتوا صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا امنا. اني بشنونه من دير ابو مجار. اهلا وسهلا يا ابونا. المسيح بعت لكم دول. ربنا عوضكم يا ابونا. الا قولي لي يا امي، انتوا كيف احوالكم؟ نشكر ربنا يا ابونا. على فكره سيدنا البابا يوحنا مكلفني اصلي معاكم قداس بكره. يا سلام يا ابونا، دي بركه كبيره قوي. دي بركه المسيح يا امنا. اتفضل يا ابونا، اتفضل. ازاي اتفضل؟ يعني فات لحد دلوقتي 3 ايام وما رحتوش لجماعه الانصار دول؟ مش ممكن يا جناب الشهبان ده، احنا خدنا منهم كتير، لازم نستنى شهر او شهرين. يا جناب الجاري، في واحد راجل بيجي من الدير كل يوم قدام يجيب لهم بضاعه اشكال والوان، ياخدوها منه برخص التراب يبيعوها ويكسبوا فيها وما يدفعوش ضرايب. لو سكتنا لهم بقى شهر ولا اتنين زي ما انت قلت يا جناب الجابي، مخازنهم هتتملي ومحدش هيقدر يقف قصادهم في السوق. بلاش لا تعاجل، لما جناب الجابي يتكلم انت تسكت. ايوه ايوه، انت تسكت خالص. لما جبان الجاني جناب الجاني انت اللي جايبني لورا، انت اللي جايبني. لكن يا جناب الجاني جناب الجاني، لكن ايه؟ لو وصلت شكوى للوالي مش هيحصل تخير. بس انت تقدر تتعبهم برضو. انا قلت شهر او شهرين. مفهوم مفهوم مفهوم، امرنا لله. نشكر ربنا على سلامة وصولك يا ابونا بشنونة. ها، قابلت التجار؟ جبت لنا احتياجات الدير؟ ايوه، ربنا يبارك لنا فيك يا ابانا. كيف ابونا ابراهيم؟ نشكر ربنا بيتحسن، صلي له صلوات القديسين. على فكرة قداسة البابا موصينا اقول لك تصلي من اجل اولادك واولاد المسيح في كل مكان، لان الايام اللي جاية وعرة قوي. ربنا يرفع يا ابني. بلغني الخلاف اللي حاصل ما بين الامير شاور والامير درغام. صلي يا ابني. يا رب يسوع، انا عارف يا رب ان الجميع زاغوا وفسدوا، واعوزهم مجدك يا قدوس. لكن يا رب ارحم ولادك، ارحمهم من الايام الصعبة اللي جاية. يا رب احفظهم، احفظهم من عدو الخير، لان لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. خزننا الجابي الحرام. التجار دلوقتي هيقولوا علينا إيه؟ ولها ب10 أكياس.
وما عملتش بيهم حاجة. انت هتقعد تعدل لي التوية مش فكرتك يا اختي. اه فكرتي؟ لقيت فكرتي لوحدي؟ ما انا خدت رايكم. خلاص يا جماعه بلا فكرتك بلا فكرتها. العمل ايه دلوقتي ده؟ انا سمعت ان الجبي فضايحه كترت ونقلوه. مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ مش ممكن ازاي؟ ما هو بقاله 6 شهور ما ورناش وشه. طيب والحل ايه؟ ما انا قلت له على الحل وهو اللي ما عملش بيه. يا ستي حقك عليا، ايه بقى الحل؟ قولي وخلصينا. شوشانه ايلي من رايها ان احنا نهيج الناس عليهم، نعمل فتنه يعني. درغم مش سهل ومش هيسكت، والفتنه دي احنا اللي هنقع فيها. طيب واللي يقدر بقى يقنع درغم؟ تقدر؟ امال هتشوفه. بس همتك بقى معايا ايلي، عايزك المره دي تجيبني لقدام ما تجيبنيش لورا. تتفق مع كل التجار انهم يقفوا معايا. شنون هتسافر انت يا ولد باذن المسيح؟ بكره ان شاء ربنا يا ابونا. تعيش يا ولد وتوصل بالسلام. عارف يا بشنونة؟ ايه؟ لو هتسافر بكره هتوصل على عيد دخول السيد المسيح لارض مصر، يعني هتدخل معاه. هو انا استاهل يا ابونا ابراهيم؟ استاهل كل خير ومحبه يا ولد، استاهل كل خير ومحبه. شنونة اسمع يا ولدي كويس، اسمع كويس، شدد اخواتك يا ولدي، زور الراهبات وعظم بمواعظك الحلوة الجميلة عشان يثبتوا في الإيمان المسيح. ربنا يساعدني، بس أنا كان نفسي تسافر معاي. أنا خلاص يا ولد، الزمن والسن يا ولدي ما عادوش. وبعدين انا هسافر لمكان تاني يا بشنون، هسافر لمكان تاني. هيا يا ولد الزيت جرب يخلص يا ولد. يوه ما تقولش كده، ربنا يديك العمر الطويل، ده انتصبه مني. ربنا يباركك يا ولدي. مش ممكن، لازم تحصروه وتمنعوه. لو تقدم خطوة واحدة داخل البلد كارثة. يا امير درغام، الامير شاول مش ممكن يقدر يدخل. جيوشنا وعساكرنا الحصراء، ان شاء الله هنشوف طريقه ندخل بيها لمؤخره الجيش. مولاي يوسف شبطاي التاجر طالب مقابلتك يا مولاي. وده وقت مقابله؟ صرف استنى خليه يدخل. امر مولاي. وقت غريب للطلب المؤمن. مولاي ازيك يا شبطاي؟ بينه قبل الايادي يا مولاي، وجاي اقدم لجنابك فروض الولاء والطاعة. واقدم لمولاي الهدية الجميلة ديت. ايه يا شبطاي، هي دي الهدية الجميلة؟ ايه تجارتك بارت ولا ايه؟ اقول لك ايه بس يا مولاي، الله يسامحهم بقى. تقصد مين؟ التجار النصارى يا مولاي، فرضوا نفوذهم على السوق كله، ما هم بيستقبلوا كل القوافل اللي بتيجي وبياخدوا البضاعه الجميله وبيسيبوا لنا الفتات يا مولاي. التجار النصارى شاطرين. مش مساله شطاره يا مولاي، بصراحه بقى مساله خيانه. خيانه؟ متاكد؟ الا متاكد يا مولاي، طبعا متاكد. طب ايه راي جنابك؟ انا شايف بعينيا دول اللي هيكونهم الدود في يوم من الايام. راهب اسمه بشنونه يا مولاي، ايوه، خد منهم مبلغ كبير قوي قوي قوي، وركب حماره وشايفه بعينيا دولت ماشي ورايح معسكر الامير شاور. ايوه يا مولاي، وانت عارف بقى جنابك يا مولاي الرهبان لا حد بيفتشهم ولا بيسالهم انتوا رايحين فين ولا جايين منين. سامعين؟ سامعين اللي بيقوله يوسف؟ يا مولاي اذا كان امين شاور قدر انه يوصل للتجار والعامه يبقى لازم نتحرك بسرعه. معنى كده انه بيشتري الشعب. اسمع، لازم تتحققوا من الموضوع ده، وامر مني اي تاجر او اي فرد من افراد الشعب يتعاطف مع شاور او يقدم اي مساعده يقبض عليه ويسكن. امرك يا مولاي. وانت يا يوسف تعرف التجار دول؟ حافظ اسميهم يا مولاي،
اسم اسم وعنوان عنوان. خلاص هنبعت فرقة من العسكر تتحقق من الموضوع ده. قلت لي الراهب اللي معاهم اسمه ايه؟ بشنونة يا مولاي بشنونة. مولاي في واحد يهودي عاوز يقابلك. خليه يخش. امرك مولاي. ترى مين ده وازاي قدر يوصل لغايه هنا؟ السلام والامان ليك يا مولاي. قول يا رجل انت مين وعاوز ايه وايه اللي جابك هنا للامير شاور وازاي جازفت وقدرت توصل للمعسكر؟ الي خدامك الي، وعلشان خاطر نصرتك كل شيء يهون. قول لي بالظبط انت عاوز ايه من الامير شاور؟ عاوز ابلغك بمؤامره. مؤامره؟ اه اتكلم. مؤامره ايه؟ التجار النصارى بيتاجروا بدراهم درغام للعمل ضدك يا مولاي. وانت ايه اللي خلاك تجازف وتيجي تبلغني الاخبار دي؟ بنكره درغام يا مولاي وعاوزينك تدخل البلد وتنشر فيها العدل. اتكلم على طول. ايه اللي انت عاوزه؟ تأيدني ان احنا نقضي على التجار النصارى اللي بيتأمروا ضد جنابك. ازاي؟ تدي اوامرك لاعوانك في القاهرة بمساعدتنا مع اول شرارة تندلها تولع في سوق التجار النصارى للقضاء عليهم، لان الموضوع مش سهل ومش بسيط، ده موضوع كبير قوي. وفي يا مولاي رهبان بيساعدوا التجار النصارى للقضاء عليك، وانا اعرف منهم واحد اسمه بشنونة. ايوه بشنونة. تصور يا مولاي بيروح دير البنات ويحرضهم ضدك يا مولاي. كل المطلوب انك ما تقلقش، تخلي الموضوع ده علينا وتدي اوامرك لاعوانك بمساعدتنا. ما عنديش مانع، وانا عاوز البلد كلها تتحرك، وساعتها هخش انا وجنودي بسهولة. اطمن وروح وتأكد ان هساعدكم يا مولاي. ده احنا دراعك اليمين. بقولك هيني خد دول اكيد هينفعوا. احنا متشكرين ليك يا مولاي، ربنا يخليك لينا. لان لك الملك والقوى والمجد الى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الحمد لله على سلامتك يا ابونا بشنونة. الله يسلمك يا امنا. ايه الغيبة الطويلة دي كلها؟ ست شهور. لما ربنا اراد. بكرة بإذن الله عيد دخول المسيح لأرض مصر. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا ابونا. عاوزين نسمع بقى منك كلمة كده عن دخول السيد المسيح أرض مصر. شوف يا امنا، انا عندي مشوار صغير اخلصه، وبكرة بإذن الله أصلي معاك وقداس عيد دخول المسيح لأرض مصر. عشان اليوم ده لازم يكون عيد لدخول المسيح لقلوبنا ويطرد الشر منه. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يحفظكم ويثبت إيمانكم. اهلا بيك يا ابونا، وحشتنا قوي. ايه الغيبه الطويله دي؟ ربنا يخليك يا معلم جرجس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابونا. بقول ايه يا ابونا، عايزينك تيجي تتغدى عندنا. لا معلش سامحني يا معلم، خليها مره تانيه. اصل ولدي تعبان قوي ونفسي تيجي عشان ياخد بركتك. طب اقول لك خليه يجي يصلي معانا القداس بكره، اصليه في دير البنات وربنا يتمجد. تعيش وتصلي يا ابونا. ربنا يخليك يا معلم جرجس. ده مرقص ولدي وحبيبي. ربنا يخلي. ودي الغلبان امه. تعال تعال يا ولدي جرب. لا 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 يا ابونا، هو مش سامعك. مش سامعني؟
كيف يعني مش سامعني؟ أصل مرقص ولدي وحبيبي وهو صغير صبيت الحمى، فقد بعديها النطق والسمع، يعني دلوقتي لا بيسمع ولا بينطق. ايوه طب جربوا هنا، جرب. تعال يا ولد. اقعد. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي تكسو له كل ركبه، والذي فتح اعين الاعمى وشفى الاعرج وطهر الابرص. يا رب كما قلت ادهنوهم بزيت فاشفيه، الرب يرفع عنك بقوه الروح القدس. بسم الاب والابن الروح القدس اله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة إلى الأبد. أمين. أمي أنت جد بأمي، أبوي أنت معكبوني. يا رب يسوع المسيح، أولادك في ديج يا رب، حسد إبليس بيحصرهم يضطهدهم. يا رب لا تدخلنا في تجربة، وإن دخلنا فيها يا رب قوينا انصرنا. يا رب ليكن إيماننا إيمان يعقوب الرسول لما قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. رب انت عارف قد ايه انا بحبك، وعارف قد ايه اللي خاطئ وضعيف، لكنك انت الدرع والسيف. انت قلت الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يا رب يسوع يا ابتاه، ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. لتكن مشيئتك يا رب. ما بولس الرسول قال لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. وانت إيه بشنونة، أخذت منه الخلاص والنعمة والكرامة وكل حاجة، وما عايش تتألم معي. يا رب
سامح ضعفي ذويني لتكن ارادتك لا ارادتي. وزاه الذي يسلمني قد اقترب. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتك مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لك نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. شنونة من دير أبو مجار، أنا قادم للرب يسوع المسيح. قلت لي خدام عند مين؟ عند إلهي وإلهك اللي جاه عشان يخلصني ويخلص. يعني أنت مش من أتباع شاور؟ يعني أتباع شاور ولا درغام ولا عايز أب. هاتوا وراي. يا يسوع يا رب. ده ايه ده كمان اللي في صدرك؟ ده صليب رب وإله يسوع المسيح اللي خلصني بدمه. انكره انكره وانا هخلصك من العذاب اللي هتشوفه. عذاب يا ولدي؟ ده انت اللي في عذاب. ربنا ينور قلبك. اتكلم معاه كويس. أنا ما غلطتش فيها حبيبي. يعني أنت مش خايف؟ من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. اسمع راجل مجنون، أنت مش جاي هنا عشان تتنسى، أنت هتتحرق. وجد نفسه ضيحة ومن أضاع نفسه من أجلي. يوه انت بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام حبيبي يسوع اللي قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. مفيش فايدة معاك، احرقك. ليس لك علي سلطان، ان لم يكن قد اعطي لك من فوق. مجنونة. احرقوه. اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حرام.
الجنرال. اعتبرت الصليب اللي مات فوق الحبيب، واعتبرت